اهلا وسهلا بكم في القناة، اهلا بكم مشاهدي الكرام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم بحول الله موعدنا مع وصفة جديدة من وصفات الروبوت ثيرموميكس، سهلة وبسيطة في المتناول، رائعة في المذاق. فإذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم. هذه هي الوجبة باش تعملوا اشتراك وتنضموا إلينا القناة، وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما تنزل في القناة. ولا كنتم من الأوفياء القناة تنجد الترحاب بكم. اللي ترغب في وصفات من هذا النوع بدون روبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة وسيت الشيف لطيفة، تنتقاسم معكم فيها عدة وصفات بدون الروبوت، رابطها في صندوق الوصف. ندوزو نكتشفوا مقادير وطريقة تحضير هاد الشلاضة. وحشتنا البطاطا والجزر اللي نقيتهم، عندنا 250 غرام تاع البطاطا، 160 غرام تاع الجزر، نقطعهم. نديرهم في البانيه، نزيد عليهم الجلبانه، نديرو في البول نص لتر تاع الماء، ونثبتو البانيه، ونبرمجو 35 دقيقة أو 40 دقيقة بالنسبة اللي تيبغي الخضرة طيبة بزاف. بارومة سرعة 1.5. بعد ما تطيب هاد الخطيرة نحيدوها، نحطوها هنا جانبا، نحيدو هاد الماء اللي بقى، نديرو هنا فصيص الثوم تيبقى اختياري، بصيلة صغيرة. بعد ما نقطعوها تشوفوا معايا شوية معدنوس، ونبرمج 3 دقائق سرعة 7. نجمعو داكشي اللي عندنا في الجناب، نخويو هاد الخضيرة في هاد الإناء، نزيدو عليها البصلة والثومة والمعدنوس اللي شلضنا، نديرو هنا معلقة المطارد، مطارد أو الخردل، شوية البزار، شوية الملح تتبقى حسب الذوق، 20 غرام زيت الزيتون، 10 غرام تاع خل التفاح، نسد ونبرمج 3 ثواني سرعة 7. الفينيغريت تاعنا هي هادي، نزيدوها على الخضيرة ونخلطو هاد المقادير. هكذا تنوصلو جميع، نديرو سلاضة بخضر متنوعة تعشقها الكبير والصغير، تجي بنينة ولذيذة. فإلى عجبتكم الوصفة جربوها، وإلى عجبتكم ما تبخلوش عليها بالبارتاج واللايك ووضع تعليقات. بارتاجيو الوصفة مع الأهل والحباب باش تعمل فائدة. اللي تيرغب في وصفات بدون الروبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة وسيت الشيف لطيفة، نتقاسم معكم بها عدة وصفات بدون الروبوت. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.